بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في هذا اللقاء، ونبدأ مؤتمرنا العلمي الثاني، المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال في الدراسات الحديثة والمعاصرة. وخير ما نفتتح به مؤتمرنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الشيخ الدكتور فالح إبراهيم عبود، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا على هذه التلاوة المباركة. الأساتذة الأفاضل الكرام، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. الأساتذة الحضور، حياكم الله جميعا باسمي شخصيا وباسم القائمين على هذا المؤتمر والجهات المنظمة له، القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع قسم الثقافة والإعلام في الهيئة وبالتنسيق مع القسم الإداري في الهيئة. نرحب بكم جميعا من الباحثين ومن بقية الضيوف الكرام. الأساتذة الأفاضل، انطلقت هيئة علماء المسلمين في العراق منذ تأسيسها في عام 2003 عقب الاحتلال الأمريكي للعراق لتقوم بواجبها في مواجهة مشاريع الاحتلال المتعددة بما لديها من إمكانيات ويتوفر من وسائل. وباجتماع ثلة من العلماء استطاعت رسم طريقها وتحديد أهدافها وبناء أدواتها شيئا فشيئا، فتعددت الأقسام من باب توزيع المهام، واستمرت في هذا الطريق طيلة الأعوام الماضية تشق طريقها رغم الصعاب وكثرة الضغوط وتعدد أوجه وأسلحة الأعداء، واستطاعت بفضل الله وحده وتوفيق منه الثبات على منهجها مع التجديد في الوسائل والأدوات بحسب الزمان والمكان والمهام. وقامت أقسام الهيئة المتعددة بالواجبات المناطة بها، سواء على الصعيد الإنساني من تقديم المساعدات بكل أنواعها للتخفيف من معاناة الناس ومواساتهم في مآسيهم، فكان لقسم الإغاثة والقسم الاجتماعي والأقسام الأخرى جهود عظيمة في هذا الميدان. كذلك عملت الهيئة على الصعيد الحقوقي برصد وتوثيق جميع الجرائم والانتهاكات وصياغة تلك الجرائم وتلك الانتهاكات والرصد، صياغتها بتقارير مهنية، ثم التعاون مع منظمات حقوقية محلية ودولية والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة بهذا الشأن وعدم اليأس، بل العمل وفق قاعدة الحقوقية العالمية أن الانتهاكات جرائم لا تسقط بالتقادم. وكان لقسم الثقافة والإعلام جهوده العديدة في نشر كل ما يتعلق بأعمال الهيئة ونشاطاتها ونشر التوعية بين الناس لكسر حاجز التعتيم الإعلامي وصولا إلى التثقيف بواجب الناس والقيام بواجباتهم لمواجهة مشاريع الاحتلال وأعداء العراق. وكذلك قل في بقية أقسام الهيئة، سواء
القسم السياسي الفتوى أو القسم المهني القسم الفتوى القسم المهني القسم الدعوي وبقية الأقسام كل يقوم بواجبه وفي ميدانه. ومنها القسم العلمي المنظم الأساسي لهذا المؤتمر الذي أخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة ووقف على ثغر مهم وتصدى لسلاح من أسلحة الأعداء الذي يريدون به تجهيل الأمة. وما هذا المؤتمر إلا ثمرة من جهود هذا القسم وجزء من أعماله العلمية المتعددة. الإخوة الأكارم، التقينا في العام الماضي وفي هذه القاعة تحديدا مع مؤتمرنا العلمي الأول الذي خصصناه في حينه لتوثيق جهود شيخنا الراحل فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ حارث سليمان الضاري رحمه الله تعالى، وتوثيق جهود الهيئة في سنواتها الماضية. أما مؤتمرنا العلمي الثاني هذا العام فيأتي في موضوع قديم حديث، وهو المقاصد الشرعية الذي بات موضوعا علميا رئيسيا في الدراسات الشرعية هذه السنوات. وموضوع المقاصد مهم بأهميته القديمة الحديثة، ونسعى في مؤتمرنا هذا أن يكون للمؤتمر وما يقدم فيه من بحوث أن يكون له دور في وضع لبنة في هذا البناء والمشاركة في نشره وتوسيعه، أي توسيع هذا العلم. وقد قامت اللجنة العلمية طيلة الأشهر الماضية بجهود كبيرة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، ابتداء من الاتفاق على اختيار العنوان وتحديد المحاور، ثم التراسل والتواصل مع الأساتذة الباحثين واستقبال الملخصات ودراستها، ثم استقبال البحوث ودراستها، واستمر الحال إلى هذه اللحظة المباركة. وكان التنسيق بين عدة أقسام في الهيئة، ولا سيما بين القسم العلمي وقسم الثقافة والإعلام والقسم الإداري، واستمر هذا التنسيق من أجل تنظيم هذا المؤتمر وترتيب جميع الأمور المتعلقة به. فالشكر لجميع الأساتذة الإخوة الأعضاء في هذه الأقسام وفي اللجان المتخصصة التنظيمية والإدارية. الأساتذة الأفاضل، ستستمر أعمال مؤتمرنا هذا ليومين، اليوم وغدا بإذن الله تعالى، وتتوزع البحوث فيه على 4 جلسات، في كل يوم جلستان. وكما هو مبين في الكراسي أمامكم، ستخصص الجلسة الأولى عن المحور الأول وهو الإطار التأريخي والمفاهيمي، أما الجلسة الثانية فستكون حول محور المقاصد وعلمي أصول الفقه والسياسة الشرعية. وفي اليوم الثاني غدا بإذن الله ستكون الجلسة الثالثة في محور الجهود الحديثة والمعاصرة في خدمة المقاصد، ثم الجلسة الرابعة والأخيرة حول محور الدراسات المقاصدية في العراق تحديدا، ثم توزع الشهادات والدروع على الأساتذة الباحثين. الإخوة الكرام، قبل الختام لابد لي من التوجه بالشكر الجزيل لجميع الأساتذة الباحثين الذين بذلوا الوقت والجهد وتحملوا أعباء السفر للوصول والمشاركة في مؤتمرنا هذا. والشكر موصول لجميع الحاضرين الذين شرفونا في هذا المؤتمر، والذين ننتظر منهم مشاركاتهم العلمية ومداخلاتهم الأكاديمية عقب تقديم هذه البحوث. وأكرر الشكر مرة ثانية لأعضاء اللجنة التنظيمية والإدارية والتحضيرية على كل ما بذلوا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع جهدهم ويثيبهم على أعمالهم في الدنيا والآخرة. كما أنني في الختام أتقدم بالشكر باسمي وباسم الجميع إلى الأردن ملكا وحكومة وشعبا لتسهيل تنظيم هذا المؤتمر العلمي،
ليكون لهذا المؤتمر دور في التطوير العلمي والتعاون الأكاديمي بين الشعوب خدمة للعلم ولأهله. فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم. في جلستنا الافتتاحية هذه يشرفنا أن نستضيف أساتذة من خارج هذا المؤتمر، ويتقدم الأستاذ الدكتور حسن يشو من المغرب، وهو أستاذ أصول الفقه والمقاصد الشرعية في كلية الشريعة بجامعة قطر، ليقدم كلمة ضيوف المؤتمر من خارج الأردن، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نتقدم نحن المشاركين في رحاب هذا المؤتمر الجليل إلى هيئة العلماء بالعراق، وفي شخص أمينها العام وكل الطاقم التابع له من هذه الأقسام العلمية والثقافية والإعلامية والإدارية، ولا أنسى هذا الهرم، الجبل الباذخ، الشيخ حارث الضاري رحمة الله عليه، وتشرفنا بلقائه بالدوحة في قطر المحروسة. إن مات رحمة الله عليه فلقد بقي أثره ممتدا، ولعل هذا المؤتمر من آثاره وفي ميزان حسناته وحسنات كل المشاركين. حول موضوع من الموضوعات الحيوية اليوم وأكثر من أي وقت مضى، ألا وهو موضوع المقاصد بين الإهمال والإعمال. هذه النبتة التي نضجت وتبلورت بالأندلس على يد شيخ المقاصد بلا منازع أبي إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه، أقول أيها الحضور الكريم إن الأندلس سقطت، لكن هذه الفكرة، فكرة المقاصد، امتدت وبقيت حية وتجاوزت الأندلس وعبرت القارات، وها نحن الآن في العراق وفي الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، نتحدث عالة على أبي إسحاق وحاشية على ما ضمنه كتابه النفيس الموافقات، أو باسمه الأول عنوان التعريف بأسرار التكليف. وإلى حد قريب كانت فكرة المقاصد غير مهضومة لدى جهات كثيرة، ومنها هيئات العلماء والفتاوى، وكأنها بدعة محدثة أوجس منها خيفة، حتى صار عند بعض طلاب العلم فوبيا تجاه مادة المقاصد. ومرة كان الشيخ أحمد الريسوني في دوحة يقدم دورة للأئمة والخطباء، فسألناه كيف وجدت نفسك تقدم فكرة المقاصد في بلاد الخليج،
كان جوابه مقاصديا، قال: وكأني أجري عملية جراحية. فعلا فكرة المقاصد فيما بعد تبلورت وصمدت وصارت شعبة وقسما وكلية ومقررا في ماليزيا وفي الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية، فضلا عن كثير من البلاد. إذن فيه صحوة مقاصدية، بل نهضة مقاصدية ننتقل فيها من الإهمال الذي ينبئ عن ضمور فقهي وانحطاط وترد واهتراء فكري إلى الإعمال. والشاطبي هو القائل: والمقاصد أرواح الأعمال. فالمقاصد كأنها نسمة الحياة تنزرع في أيما مؤسسة فتنشط من عقال وتحيا بعد موات. فلذلك إن المقاصد بالمختصر المفيد منهاج حياة. أختم كلامي فأقول: المقاصد منهاجي ومنهاجي. السلام عليكم. بارك الله بكم وشكرا لكم على هذه الكلمة الطيبة المباركة. ويشرفنا أيضا استضافة الأستاذ المهندس مروان الفاعوري الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية ليقدم كلمة ضيوف المؤتمر من الأردن، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والسامعين، وبعد، فالشكر موصول إلى هذه الهيئة التي ما كانت إلا نبتة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، زرعها رحمه الله وكانت قد تغذت من همته ومن ذوب قلبه ومن عزيمته وعزيمة إخوانه من علماء العراق الصادقين الذين ما قبلوا في يوم من الأيام أن يضعوا الدنية في دينهم أو في مواطنتهم أو ولائهم لبلدهم أو أمتهم. فضيلة الأخ الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء العراق، السادة العلماء، الإخوة الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحمد لله الذي سبحانه قصد السبيل وعلى تأييده جل في علاه أوثق التعويل، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الآخذ بحجزاتنا عن الضلال وعن النار وهادينا إلى ما فيه خيرنا في الحال والمآل. وبعد، أيها الأحبة، فإن موضوع هذا المؤتمر الجليل هو الأدنى مقتربا إلى روح الإسلام من حيث مقصده الأسنى الذي بيّنه القرآن الكريم، إذ قصد به بحسب التنزيل الحكيم أن يكون رحمة للعالمين. وإذ تتابعت في تاريخنا الفقهي والكلامي جهود جهابذة العلماء في تنزيل هذا المقصد الأسنى على مقاصد اعتبروها شروطا موضوعية لكرامة الإنسان من حيث هو إنسان، فكان لنا من ذلك مكتبة مقاصدية قيمة، وكان لنا علماء مقاصديون هيهات تظفر بأمثالهم حضارة أخرى، أو تسامتهم قامات فقهية أو تشريعية مماثلة. بدأهم في العصر الأول ابن عباس، مرورا بإمام القياس أبي حنيفة، إلى عياضة والشاطبية وابن عاشور والريسوني في عصرنا الحاضر، وغيرهم وغيرهم. وما لهذا العلم الذي نتحدث في موضوعه في هذا المؤتمر أهمية أكبر من أنه يعيد التوازن إلى منطوقنا الفكري وحياتنا العملية،
فالجمود على النص أدى إلى شيوع ظواهر التطرف والتقليد الأعمى في كل مناحي الحياة، وتنزيل فتاوى قديمة على واقع قد تغير. أيها الإخوة الأفاضل، إن في إقامة هيئة علماء المسلمين في العراق الشقيق لهذا المؤتمر عن المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال في الدراسة الحديثة والمعاصرة لإيذاناً بانعطافة وصحوة جادة نحو تجديد الوعي الإسلامي، وهي ليست من نافلة القول بل هي فرض الوقت وواجب الساعة، وهي انعطافة آن أوانها أن تتبناها كل مؤسساتنا في المغرب الإسلامي وفي المشرق على حد سواء، إذ آن أوانها وحضرت أسبابها لما تتباعد ما بين الأجيال الجديدة من الباحثين المسلمين وبين فقه المقاصد الشرعية، الأمر الذي يجعل لهذا المؤتمر قيمة خاصة وحضورا بالغ الأهمية. أيها الإخوة الحضور، ولعلها أن تكون مناسبة نؤكد فيها اعتزازنا وأمنياتنا لهيئة علماء المسلمين في العراق الحبيب، نرفع فيها أكف الضراعة إلى العلي القدير بتحقيق السلام والوئام في أرض الرافدين الحبيبة أولا وفي ربوع العالم الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على هذه الطيبة المباركة. وفي ختام الجلسة الافتتاحية هذه شرفنا فضيلة الدكتور منى حارث الضاري لتقديم الدروع على الضيوف الكرام، فليتفضل. بارك الله فيكم، جزيلا الله يبارك فيكم، سامحونا الله نبدأ على بركة الله الجلسة العلمية الأولى، وندعو الأساتذة الأفاضل الباحثين للتفضل إلى المنصة. الأستاذ الدكتور دهام محمد حنش، والأستاذ الدكتور حسن يشو، والدكتور أحمد كسار الجنابي، والدكتور عمر مكي، وسيلتحق عبر الصورة الأستاذ الدكتور وصفي عاشور أبو زيد بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأكارم الأفاضل، لقد تعددت الآيات الكريمة التي توضح أهمية النية وترتيب الجزاء على تلك النية، من ذلك ورود جملة ابتغاء مرضات الله في أكثر من آية، يكون المقصد وتكون النية هي مناط الأجر والثواب. والإمام البخاري رحمه الله تعالى قد افتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، الذي ليس بينه وبين عنوان الباب مناسبة ظاهرة، لكنه بين الحديث وبين الكتاب مناسبة واضحة، وهي أن جميع الأعمال مرتبطة بهذه النية. الآيات كثيرة والأحاديث متعددة، وقد أصبحت جملة الأمور بمقاصدها من أهم القواعد المعتمدة، والتي تفرعت عنها الكثير من القواعد الأخرى، فضلا عن الجزئيات التطبيقية الكثيرة. وكما ذكر الأستاذ في بداية كلامه في الجلسة الترحيبية الأولى، أنه رب ثمرة أنبتت بستانا، كما أنه رب حجرة هدمت بلدانا، فالأمور بالمقاصد وبحسب النية. نسأل الله تعالى أن يجعل نيتنا خالصة لوجهه، وأن تكون جميع أعمالنا ولا سيما هذا المؤتمر خالصا لوجهه، ويكون سببا من أسباب ترسيخ هذا العلم، المقاصد تحديدا، وجميع العلوم الشرعية في بين العباد. الأساتذة الأفاضل،
يشرفنا في هذه الجلسة عدة باحثين، كل أستاذ سيقدم لنا ورقته في حدود 15 دقيقة، وأنا مضطر لاستخدام سيف الوقت هنا كما يقال، حتى تكون المصلحة العامة، يعني لإجراء أو يكون تكون مجريات المؤتمر وفق المواعيد المحددة حفاظا على هذا الوقت وعلى بقية الجلسات وما يعقبها من أمور. لذلك أدعو الأساتذة الأفاضل إلى التقيد بالوقت 15 دقيقة، وأن يتحملوا تنبيهي لهم إن نسوا هذا الأمر أو تجاوزوا هذا الوقت. ثم سنفسح الوقت إن شاء الله بعد تقديم هذه البحوث إلى الأساتذة الحاضرين لتقديم مداخلاتهم أو أسئلتهم بحسب ما يتيسر من وقت في حينه إن شاء الله تعالى، ونحاول أن نوزعه بحسب المداخلات المتيسرة. نبتدئ أول هذه الجلسة بأول بحث من البحوث مع الأستاذ الدكتور إدهام محمد حنش، عميد كلية الفنون والعمارة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن، ليقدم لنا بحثه المقاصد الجمالية وتمثلاتها المعرفية في الفنون الإسلامية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أجمل الخلق الأولين والآخرين خلقا وخلقا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر المحجلين، وعلى أتباعه المسلمين المؤمنين المحسنين، وبعد، فأود أن أبدأ مداخلتي المتواضعة هذه عن المقاصد الجمالية وتمثلاتها المعرفية في الفنون الإسلامية بعامة، وفي فن الخط وحسنه بخاصة، بالآتي من الأقوال البليغة في مقاصدها الجمالية. قال التوحيدي في رسالته عن علم الكتابة، قال ابن الزنجي الكاتب: أصلح الخطوط وأجمعها لأكثر الشروط ما عليه أصحابنا في العراق. فقلت: ما تقول في خط ابن مقلة؟ قال: ذاك نبي فيه، أفرغ الخط في يده كما أوحي إلى النحل في تسديد بيوته. نقول إن هذا الكاتب الفقيه استوحى فكرته هذه من نص الآية الكريمة 68 من سورة النحل، قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قال المفسرون: الوحي هنا هو الإلهام. يقول علماء الجمال وفلاسفة الفن بأن الإلهام هو أصل الإبداع الإنساني ومصدره الأول. وبعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، اسمحوا لنا أن ندلي بدلونا في توضيح بعض مقاصد ما جاء في هذه الأقوال، لعل مما يمكن الانتباه إليه والتنويه به في سياق الطبيعة التفكرية لعلم المقاصد وصلته المعرفية الوطيدة والعميقة والحميمة بكل من فلسفة الحياة وفلسفة الإنسان وفلسفة الدين، هو فلسفة الجمال التي يمكن اعتبارها أولاً رابطاً منهجياً تكاملياً بين كل هذه الفلسفات لقيام فلسفة المقاصد، وثانياً تعبيراً غائياً عن التكامل المعرفي بين مقصوداتها وبين مقاصدها الفلسفية المتعلقة بكل ما يتعلق بوجود الإنسان وحياته من الخلق والوعي والسلوك والقيم وغير ذلك من كليات المعرفة الإنسانية بعامة وكليات المعرفة الدينية بخاصة. وإذ يمكن للحديث التمهيدي عن النظريات المقاصدية أن يطول ويتنوع بتنوع الموضوعات ومستخلصاتها، أو المقدمات وخواتيمها، أو القصص وعبراتها، أو العمل ومنتجاته، أو الإبداع وحكمته، فإن الوقائع أو الوقائع ومقاصدها وغير ذلك من مخرجات أي علاقة معرفية شبيهة بالعلاقة المنطقية الأم
بين السبب والنتيجة، فإن هذا الحديث قد يقصر ولا يتنوع عندما يتعلق الموضوع بما يمكن أن نسميه نظرية المقاصد الجمالية، وذلك لأسباب عدة. منها أولاً، إن الجمال مفهوم إشكالي من الناحيتين الفلسفية والمقاصدية، فالمفهوم الفلسفي يتسم بالوحدة والكلية والشمول والتراتب، فالجمال هو صفة أزلية لله سبحانه وتعالى، وهو قيمة من قيم الوجود والكون والوعي والعمل والصورة، وهو ثقافة الحياة والعيش والسلوك، وهو معرفة مركبة من الدين والفلسفة والعلم، وهو صناعة وإبداع وفن بالمفهوم الجمالي المعاصر لكلمة فن. أما المفهوم المقاصدي فينطلق من تصور الفكر الإسلامي حول طبيعة الجمال الذاتية والموضوعية جوهراً باطناً وشكلاً ظاهراً، في وحدة وجودية وحياتية ومعرفية واحدة من بطون الجمال المعنوي وظهوره المادي، بوصف هذين الجمالين الباطن والظاهر معاً وجهين لصورة واحدة من الجمال، الذي يكاد هذا الفكر الإسلامي ينتهي إلى تعريفه تعريفاً خاصاً يتمحور حول الأخلاق أكثر من تركيزه بالدرجة الأولى على الموضوع أو المضمون أو المحتوى الجمالي الأدبي أو الفني. ثانياً، التشكل المعرفي القلق وربما غير الناضج بعد لكل من علم الجمال الإسلامي وعلم المقاصد، فما يزال علم الجمال الإسلامي يحبو في سياق الدعوات والمحاولات والمقترحات الأدبية والمعرفية لتأسيس هذا العلم وبنائه بناء معاصرا على غرار واحد من علمي التذوق الغربيين، البويوتيقا بويوتكس الذي هو علم الشعرية الأدبي، أو الاستطيقة الذي هو علم الصورة الحسية. وما يزال علم المقاصد ينمو بعيدا عن الموضوع الجمالي ويحذر من التعامل المعرفي والمنهجي مع الفن. ومن هنا تبدو المقاصد الجمالية فكرة جديدة جداً على الدراسات المقاصدية، وبذلك فهي تحتاج إلى بيان أولي لمفهومها الخاص ونظريتها الفلسفية المتميزة وآليات تفعيلها المقاصد في السياق المعرفي المناسب، مثل الفنون والعمارة الإسلامية بوصفها مظهراً من مظاهر العمران الإنساني. تقوم نظرية المقاصد الجمالية من الناحية المعرفية على أن مقاصد القرآن الكريم الجمالية هي الأصل والمصدر المفهومي والمعرفي والمنهجي لكل مقاصد الشريعة بعامة ومقاصدها الجمالية بخاصة، وذلك لأن القرآن الكريم في مجمله إنما هو خطاب مقاصدي بامتياز، فالمقاصدية هي جوهر الخطاب القرآني ومظهره الواضح في نصوصه وموضوعاته ومحاوره المعرفية الكلية والتفصيلية. ولعل أبرز مقاصد القرآن الكريم التي بنى عليها بعض علماء التفسير وفقهاء الشريعة ونظرياتهم المقاصدية ثلاثة، هي التوحيد والتزكية والعمران. وإذا كانت الصورة المعرفية لنظرية المقاصد القرآنية تقوم على هذه الثلاثية بوصفها بناءً هرمياً واحداً ومتكاملاً من حيث الرؤية والمنهج أو من حيث الشكل والوظيفة، فإن لهذه الصورة تجلياتها الفلسفية وانعكاساتها المعرفية وتحولاتها المنهجية الواضحة في الصورة المعرفية العامة لنظرية مقاصد الشريعة التي وضعها الإمام الشاطبي على هيكلية ثلاثية الأبعاد، لكنها لا تبدو هرمية البناء بقدر ما تبدو نسقية الهيكل وحيوية العلاقة وتراتبية المقاصد من حيث الأهمية والمكانة والبنية والمنهج والشكل والوظيفة في فضاء المصالح الإنسانية والاجتماعية القائمة على الموافقات الفلسفية الدينية والدنيوية بين الضروريات والحاجيات والتحسينات من مقاصد الشريعة الإسلامية. ويمكن القول بأن هذه العلاقة البنيوية العميقة والسطحية بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة تنعكس من الناحية النظرية على قيم الدين الفلسفية المتمثلة في كل من الحق والخير والجمال، ومن الناحية العملية على قواعد التدين الأخلاقية والجمالية بوصف هذه القيم وهذه القواعد مشتركاً معرفياً ومنهجياً مؤثلاً لما يصنفه بعض علماء المقاصد المعاصرين كالشيخ الريسوني في إطار الكليات المقاصدية للشريعة الإسلامية التي تتمثل
في كل من الحسن الجمال والإحسان إتقان الجمال، اللذين يمكن اعتبارهما جوهر فلسفة الدين الجمالية، بأن والتي تفيد بأن الجمال من جهة هو جوهر أصيل في الدين، فخطاب الوحي قام على وضع مقاييس الجمال وبين مناهج التجمل بالدين، ويفيد من جهة أخرى بأن الجمال هو قصد مبدئي أصيل من الدين. ومن هنا يمكن البحث في العلاقة المقاصدية بين فلسفة الدين وفلسفة الفن في الإطار المعرفي الإسلامي على أساس تمثل الفن الإسلامي لمقاصد الدين وقيمه العليا القرآنية المتمثلة في كل من التوحيد والتزكية والعمران والشرعية الضرورية والحاجية والتحسينية، التي غالبا ما تتمحور حول فكرة الحسن القرآنية مثل الوحدة والتوحيد والتنوع والمحاكاة والإبداع والوزن والتقدير والتصوير والتسوية والزينة وغيرها من المقولات الجمالية الإسلامية. ولعل أمهات هذه المقاصد الجمالية هي التوحيد والتقويم والإحسان، حيث يمكن أن تكون هذه المقاصد الجمالية بمثابة المبادئ والأصول والأسس والمصادر التي تنبثق منها الأحكام الذوقية، أو تبنى عليها القواعد العملية، أو تتحدد في ضوئها الوظائف النفعية للفنون الإسلامية. ونحاول أن نطبق في هذه المداخلة هذه التمثلات في فن الخط، حيث نجد في فن الخط فلسفة الدين ومقاصده بشكل واضح وكبير. فحسن الخط هو أصل المنظومة المعرفية للفنون الإسلامية، وهو لا حصر له ولا حد من نواحٍ عدة، أبرزها الوحدة والتنوع والأصول والقواعد والأشكال والصور والأساليب والتقنيات والأجناس والأنواع والطرائق الفنية. نلاحظ هنا يتضافر كل من فلسفة اللغة وفلسفة الدين وفلسفة الفن في تحقيق حسن الخط على مقاصد التقويم الجمالية التي تقوم على محاكاة الصناعة للطبيعة بوصية قوة من قوى الباري واهبة للأشكال والصور، وباعتبار الصناعة هي العمل الإنساني وهي الفن بخاصة، حيث يذهب بعض فقهاء فن الخط إلى أن الحكيم واضع الخط العربي اكتفى فيما وضعه من ذلك آثار حكمة الله تعالى، وإلى أن الغاية من تصوير الخط هي تشبيه فعل الطبيعة. ومن هنا يمكن أن نقول بأن فلسفة الفن الإسلامية تقوم أو تقدم فهما خاصا لإشكالية محاكاة الطبيعة، يقوم على اعتبار كل من التناسب والمحاكاة عنصرا مكونا واحدا من عناصر فن الخط الأساسية، وليس عنصرين اثنين يشتركان في تكوين النظرية الجمالية لفن الخط. ويمكن أن نطلق على هذه المحاكاة بمحاكاة التناسب في الأشكال الطبيعية النباتية والحيوانية والآدمية، ويكاد فلاسفة الجمال المسلمون يتفقون على أن الأصل المعرفي لاستعارة الأشكال الطبيعية ومحاكاتها التناسبية هو الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله سبحانه وتعالى يقول فلاسفة الفن جعل صورة الإنسان أحسن الصور وشكله أفضل الأشكال. ومن هنا استعار فقهاء الخط انتصاب قامة الجسد الإنساني في تكوين الصورة الخطية للحروف. ونلاحظ في هذه الصورة أن كل الحروف، أشكال الحروف للغة العربية الخط العربي هي أخذت من أوضاع الإنسان في السكون وفي الحركة، ولم تؤخذ بشكل كما في الغرب يعني بصيغة التصوير الظاهري للصورة الإنسانية، إنما تمت يعني أخذ ما يمكن أن نسميه بالنظام الداخلي للصورة، وهو التناسب الهندسي، باعتبار أن الهندسة هي روح الأشياء أو كنه الأشياء وروحها، ولهذا لا يستقيم شيء من غير أن يكون للهندسة دور فيه
على ما يفهم العرب من أن الهندسة أولاً هي روحانية قبل أن تكون جسدانية. أنا أنبه يعني أساتذة المختصين في علوم الشريعة بشكل عام والمقاصد بشكل خاص إلى نتيجتين، نتيجة وتوصية. النتيجة هو اعتبار الجمال مقصداً أصلياً وكلياً وأساسياً من مقاصد الشريعة، يمكن واعتبار الفن مقصداً تابعاً وجزئياً وتكميلياً ووضعهما في مكانهما ومكانتهما المناسبين عفواً على خارطة المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية. والتوصية التي أدعو إليها هي اعتبار حفظ الجمال بوصفه فطرة ربانية في الخلق وفي الطبيعة وفي الكون وفي الوجود ضرورة مقاصدية، وليس تحسيناً كما يقول المقاصديون ومنهم شيخنا الكبير الريسوني، ضرورة مقاصدية أصلية سادسة يمكن أن تضاف إلى الضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ الجمال، لأنه لابد أنت لا تبدل لخلق الله. واعتبار الفن الإسلامي بوصفه معرفة مركبة من علوم الفكر والجمال والعمل والإبداع والصورة، فضاء معرفيا ووسيطا ماديا وميدانا عمليا لتجليات هذا المقصد الجمالي وتمثلاته المعرفية. وأعتذر عن الإطالة وشكرا. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور على هذا البحث وهذا التقديم، والدقيقتان الإضافية تقتطع من المداخلات. شكرا لكم جزيلا. العلاقة بين العلوم الشرعية علاقة تكاملية، والعلوم الشرعية متعددة ومتنوعة، ولكن تحديداً ما العلاقة بين المقاصد وبين بقية العلوم الشرعية؟ هذا هو عنوان بحث أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن يشو، أستاذ أصول الفقه والمقاصد الشرعية في قسم الفقه والأصول في كلية الشريعة بجامعة قطر، فليتفضل مشكوراً. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فورقتي تحمل عنوان المقاصد الشريعة وأهميتها بين العلوم الشرعية، إذ لا يخفى أن كل علم على حدة من العلوم الإسلامية لها خصائص ولها أهمية. وذكرت الأهمية لأنها إحدى مبادئ العلم، فلا يستوي علم من العلوم على سوقه إلا بعد أن تتوافر فيه المبادئ العشرة، ومنها الاسم والموضوع والحكم والواضع والفضل والثمرة والفائدة والاستمداد والمسائل والنسبة وهكذا. فالأهمية ألفق فيها بين الفضل والفائدة والثمرة. فمقاصد الشريعة صارت مع الزمن، وأزعم أنها علم يتبوأ مكانه بين سائر العلوم الشرعية. كانت فكرة لكنها نضجت مع الزمن واستوت على سوقها، فاستحقت أن تستقل علما قائما بنفسه. وهذا أمر وارد في تعاريج العلوم الأخرى، فلقد كانت الفلسفة أم العلوم، فاستقل عنها علم الاجتماع والطبيعيات وعلم النفس، وكان الفقه الإسلامي في زمن الإمام الأعظم أبي حنيفة وفي الصدر الأول يستوعب العقائد وعلم السلوك والأحكام العملية. فلذلك أبو حنيفة لما عرف الفقه قال: معرفة النفس ما لها
وما عليها، والنفس لها حقوق وعليها واجبات من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك والقيم والأخلاق ومن جهة الأحكام العملية. لكن مع الزمن صار الفقه يعنى بالأحكام العملية، اقتصر على هذا، وصار التوحيد يعنى بالمعتقدات. فلذلك أبو حنيفة كان واعيا بتعريفه إذ سمى التوحيد الفقه الأكبر، على أنه فقه جزء من منظومة الفقه، لكن استقل علم أصول الدين أو العقائد الإسلامية والتوحيد وعلم الكلام وفي علم السلوك وفي الفقه وأصول الفقه وهكذا. أنا عبارتي دائما أقول إن مقاصد الشريعة ابن شرعي له نسب وصهر، ابن شرعي انبثق من صلب الأصول وترائب الفقه الإسلامي، فهو ليس عاقا لأصول الفقه ولا للفقه ولا للعلوم الأخرى، لأن الذين يتخوفون من تحرر المقاصد واستقلاله يتخوفون من أن يكر عليها بالإبطال والنقض أو الاحتلال، فهو علم خادم متصل، والعلوم الإسلامية بعضها متصل ببعض كما لا يخفى. واليوم مشكلتنا اليوم في العلوم الشرعية والتخصصية أن لا يوجد عندنا مشارك، المشاركة بمفهوم الأقدم الموسوعة الذي يفهم في التوحيد وفي الحديث وفي التفسير والمصطلح وما إلى ذلك. عندنا إذا كان في الأصول بضاعته مزجاة في الحديث، وإذا كان في الحديث بضاعته مزجاة في الأصول وهكذا. لكن الأقدمين في طريقتهم كانوا يتعلمون كل شيء يتصل بهذا الكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في النحو والصرف والعلوم اللغوية كانت في إبانها الأول خادمة للقرآن، فكان يقال غريب القرآن، وكل العلوم كانت خادمة للكتاب، لكن مع الزمن صارت مستقلة في ذاتها بأمثلة منفصلة أحيانا عن القرآن وما إلى ذلك. إذن مقاصد الشريعة أزعم أنها علم يعنى بالمعاني والحكم الملحوظة للشارعي في جميع أحوال التشريع أو معظمها أو عند كل حكم من أحكامها لمصلحة العباد في العاجل والآجل. أزعم أنه أجمع تعريف لمادة المقاصد بعد جرد التعريفات التي ذكرها كثير من المعاصرين. في تصور هي خداج غير تمام، فأضفت إلى ما ذكره الطاهر بن عاشور مصطلح العلم، وقال المعاني والحكم، لأنها كانت فكرة، مقاصد فكرة، هي معاني وحكام قد تجدها في التفسير وفي الحديث إلى آخره. لكن هذه المقاصد صارت علما بدليل، لها مصادر ولها رجال في من كتب عن أعلام المقاصد، ولها قواعد، حتى معلمة زيد أكبر مشروع في القواعد الفقهية قسمت فيه القواعد إلى ثلاثة أقسام، قواعد أصولية وقواعد فقهية وقواعد مقاصدية. إذا نضجت وصار لها مكان، لها مبادئ. هذا علم مقاصد الشريعة، لما نقول علم فمعناه هو جدير بالاهتمام وبالعناية، وما يدخل واحد علماني أو حداثي على هذا الخط الذي لا يتقنه ويبدأ يخوض ويضيف ويحذف وما إلى ذلك، لأنه علم. كما نحترم نحن علم الطب، الفقيه لا يجري عملية، لو طلبها سيرفض الكل بأن يجريها لأنها ليس من تخصصه. فكذلك المقاصد
هو تخصص وهو علم. لما نقول علم لابد أن تدرس أبجدياته مبادئه الأولية، فهو لا ينفصل عن اللغة العربية. لغة العربية عنصر مهم في مقاصد الشريعة. معلش أنا كتبت كتاب نشرته وزارة الأوقاف في قطر بعنوان حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية، دراسة تأصيلية تطبيقية، في أكثر من 600 صفحة. ففيه علم المقاصد وحاجته إلى اللغة العربية. ومما ذكرته على وجه الجملة أن الذين خاضوا مخاضة المقاصد كانوا على قدر عال من اللغة العربية. فأعطني مثال عز بن عبد السلام، أعطني القرافي، أعطني الشاطبي. الشاطبي هو صاحب المقاصد الشافية في 12 مجلد، هو يشرح فيه النحو وفكرة المقاصد، حضرت في العنوان المقاصد الشافية. الطاهر بن عاشور صاحب البلاغة والتحرير والتنوير، كتابه هو في اللغة والبلاغة ومن الطراز الأول. فنجد تلكؤا فيما يكتب اليوم في مادة المقاصد في الصحف وفي الانترنت وكذا، سبب في هذا التلكؤ هو ضحالة المادة العربية، مادة اللغة العربية. فلذلك هو علم، أزعم أنه علم يعنى بالمعاني والحكم. شرع إلى المقاصد العامة والأحكام عند كل حكم من أحكامها، كما هو في تعريف علال الفاسي في مقاصد الشريعة ومكارمها، إشارة إلى المقاصد الجزئية وأيضا إلى الخاصة لمصلحة العباد، لأن المصلحة من القضايا الأساسية في علم المقاصد، فهي بزعم القطب الرحى في الدكتوراه اللي كتبتها، نظرية المصلحة الاستصلاح بين التقعيد الأصولي والتطبيق الفقهي المعاصر، فهي قطب الرحى في علم المقاصد. لكن خاصية المصلحة عندنا نحن الشرعيين أنها ممتدة في الدنيا والآخرة، وليست زمنية كما في براغماتيزم وغيرها من الذرائعيين والنفعيين. احنا المصلحة لها امتداد إلى الدار الآخرة، فلذلك ضبطت هذا في التعريف حين قلت لمصلحة العباد في العاجل والآجل أو في دارين. ثم العباد، لأن المصلحة لا تعود على الله صاحب القصد الأول، قصد الشارع، وإنما تعود على الخلق. فلذلك أوردت هذا القيد لمصلحة العباد. هذا التعريف لهذه المادة. وقلت إن المقاصد لها أهمية بالغة ومنقطعة النظير، فلذلك لها ضوابط أن نتكلم في مادة المقاصد ونقول هذه من المقاصد وهذه ليست من المقاصد. لابد أن يمر أيما اجتهاد عبر هذه الضوابط التي قررها فحول المقاصد، منهم الشاطبي والطهر بن عاشور وغيرهما. فالمقصد حين يضاف لابد من ضابط أن يكون مرعيا في كل ملة. ثم الشرعية، حتى لا يأتي مقصد نشازا عن منظومة الشريعة، الكتاب والسنة ومفهوم السلف. المعقولية، أن يتوافق مع العقل الراجح والصريح، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، بحيث إن المقصد أو المصلحة لا يمكن، يستحيل أن تتعارض مع النقل إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا. فحينما يتعارض أو نتوهم التعارض، فإما لأن النقل ليس صحيحا، وإما لأن العقل
ليس صريحا. فلذلك على سبيل المثال القارئ لكتاب الله للنص الشرعي قد يقرأ أن الأمر كما ذكر ابن الإمام الشاطبي أن الأمر يفيد أنه مقصود للشرع، وإلا لما أمرنا الله. فلذلك ابن مسعود يقول إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه إما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. فالأمر إذن في كتاب الله يفيد تقرير مقصد، لكن هذا الأمر يقول الشاطبي لا بد أن يكون بشرطين ابتدائيا وتصريحيا، وهذا الذي يغفل عنه الداخل إلى معمعة المقاصد من غير استيعاب لهذه الضوابط. على سبيل المثال لما يقول الله تعالى وذروا البيع، هذا أمر لترك البيع، هل نستفيد منه أن البيع متروك؟ فهو أمر لكنه ليس ابتدائيا، لأن شرط الأمر أن يكون ابتدائيا احترازا من الأمر التابعي ثانوي الخادم الداعم للأمر الأول. فالأمر الأول في سورة الجمعة سعوا إلى ذكر الله، هذا أمر ابتدائي هو الأصل. وذروا البيع أي واتركوا البيع لأنه كان منتشرا، وقريش كانت معروفة بالتجارة، أم القرى مركز تجاري، فكان البيع يصرف عن هذا الهدف اللي هو سعوا إلى ذكر الله. إذن نهي عن البيع في حدود ألا يخرم المقصد الأول اللي هو الأمر ابتدائيا. فإذا كان الأمر ليس ابتدائيا وذروا البيع ليس ابتدائيا، وإنما يفهم في ضوء خدمة الأصل الأول، وإلا أحل الله البيع وحرم الربا. على السريع من هذه الأهمية أن مقاصد الشريعة تربطنا بالأصل والمقصد الأسماء لأجله خلق الله الإنسان وخلق الكون، سخر ما فيهما اللي هو عبادة الله تحقيق العبودية لله، وهو الذي أشار له إليه الطاهر بن عاشور أو عفوا الشاطبي حين قال والمقصد من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فالمقاصد تعطي نمطا في النظر والتفكير، إذا كان المنطق هو فن التفكير حتى تسلم الأفكار من غي الأخطاء، فالمقاصد حتى تسلم الفتاوى من غي الأخطاء. لابد من مراعاة فقه الواقع والتوقع الحال والمآل، اللي ما يراعي فقه المآل يعني في فقه التنزيل يقع في أخطاء، كمن سئل عن الصلح مع الكفار فأجاز نظرا لقياس مع صلح الحديبية وهو جاهل بالواقع والتطبيع مع إسرائيل، فأخذت الفتوى أن سماحة الشيخ أجاز الصلح ما عدت مع الكفار والمشركين مع اليهود، ومن ذلك يعني صارت بفتواه الركبان. فينيش يلا حياكم الله. سلام جزاكم الله خير. يعني هذه طبيعة المؤتمرات أنه نقتصر فيها على الملخص، ونعيدكم إن شاء الله بأن تطبع هذه البحوث في كتاب للانتفاع بما ورد في بقية جزئيات هذه البحوث بإذن الله تعالى. مكررا اعتذاري لاستخدام هذا السيف على جميع الباحثين، وسائلا الله تعالى أن يتمم للجميع بالخير. ذكر جملة أحب أن أنطلق منها وهي قوله قال أن اللغة العربية هي عنصر مهم في المقاصد، وتحديدا في هذه الجزئية هنا بحث بعنوان المقاصد والعلوم اللغوية، وهو بحث مشترك بين الأستاذ الدكتور أحمد كسار الجنابي والدكتور فلاح الفداوي، يقدمه الدكتور أحمد كسار فليتفضل مشكورا. والدكتور أحمد كسار هو الخبير في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية،
والدكتور فلاح الفداوي دكتوراه في اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة بغداد. يتفضل الأستاذ الدكتور أحمد كسر. رئيس الجلسة، بعد حمد الله والصلاة على رسوله والترضي عن صحابته والترحم على علماء المسلمين وعامتهم والدعوات الطيبات المباركات للأحياء منهم ومنكم، أقول شكرا للقسم العلمي وقسم الثقافة والإعلام بهيئة علماء المسلمين على هذا المؤتمر وعلى هذا النشاط المبارك المميز. المقاصد والعلوم اللغوية، يبدو قد بات الفكر المقاصدي يستغرق شعب المعرفة جميعها، وإذا خصصنا الحديث عن المقاصد وصلته بالعلوم الإنسانية والاجتماعية وبالعلوم اللغوية خاصة، فأقول إن جمع اللغة في الأساس كان هدفه هو فهم خطاب الخالق لمخلوقيه على الوجه الذي أراده. فالعرب لم يفكروا بجمع لغتهم إلا بالسبب الديني، من أجل فهم خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وبات الحديث عن المقاصد حتى في لغتنا العامية، فنحن في خلافاتنا وفي نقاشاتنا كثير ما نردد أقصد كذا وما قصدت كذا وكان قصدي وهذا ما قصدت إلى آخر العبارات المستعملة في رفع اللبس وتوضيح المشكل وإزالة الإبهام والإيهام بين حديث الناس فيما بينهم. كما ذكر الدكتور حسن بأن الشاطبي له كتاب في المقاصد النحوية، فأقول إن من المناسبات اللطيفة أن يكون الشاطبي أبو المقاصد الأصولية، صاحب نظرية المقاصد في الشريعة، له باع أيضا بالمقاصد باللغة العربية، فكما ألف الموافقات والاعتصام فقد ألف المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية، وهو شرح لألفية ابن مالك الذي طبع في 10 مجلدات. وفكرة المقاصد ليست شاطبية، وقد أخذها نحويا من قول ابن مالك في ألفيته: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. قال ابن قيم الجوزية شارحا لنص ابن مالك: ومقاصد النحو جمع مقصد أو مقصد، وهو هنا مصدر بمعنى اسم مفعول أي المطلوب من علم النحو. فضلا عن ذلك، فالمقاصد إذن قضية نحوية ومصطلح يتردد في كتب النحو قبل كتب الأصول والفقه، فعلماء العربية لم يقصروا حديثهم على العامل والإعراب، بل ربطوا بين القواعد النحوية وسياقاتها الاستعمالية، ودرسوا الأغراض والمقاصد نحويا وبلاغيا. فعلم المقاصد بلاغيا مداره على الكشف عن مقاصد الكلام والمتكلم وكيفية إفهام المخاطب والتأثير فيه. ولذا فقد أولى البلاغيون قصدية الخطاب عناية كبيرة، وهيمنت عليهم في تآليفهم، وكانت حاضرة بقوة في توجيهاتهم البلاغية. ويكفي أن ينظر المرء في تعريفات البلاغة ليدرك منها أن وظيفة البلاغة ترتكز على مقاصد الكلام، كما عني البلاغيون بإيضاح المتكلم كلامه وإبانته عن مقاصده، فعقدوا حديثا خاصا عن الفصاحة وجعلوها أساسا تبنى عليها البلاغة. فما هي المقاصد لغة؟ المقاصد جمع مقصد بكسر الصاد ومقصد بفتح الصاد، وهو مصدر ميمي كما قلنا مشتق من الفعل قصد، يدل على حدث مجرد عن الزمان والمكان، ولكن فيه ميما زائدة تفرقه عن المصدر الطبيعي تفيد زيادة الدلالة والتوكيد. ويعبر وأول جمع للفظ المقاصد يسجل ظهوره تاريخيا عند التستري صاحب التفسير في قوله تعالى: يوم تبلى السرائر إلى آخره، قال: أعمال العباد يوم القيامة موقوفة على مقاصدهم. كما أن ابن حبان عقد في صحيحه في باب ما جاء في الابتداء بحمد الله عنوانا فقال: ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ابتداء الحمد لله عز وجل
في أوائل كلامه عند بغية مقاصده، هذا الكلام في القرنين الثالث والرابع الهجريين، فالكلام عن المقاصد مبكر جدا. وأما المقصود بالمقاصد وبالمقصد والمقصد في المعجم العربي فقد جمعت معان رتبتها تأريخية، الأول بمعنى المطلوب والمراد، وهذا ظهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الحمد لله الذي ليس له للحمد دونه مقصد أو مقصد ولا وراءه منفذ، أي ليس بعده مطلوب أو مطلب. وكذلك المقصد بمعنى النية المبيتة، وكذلك بمعنى الوجهة والغاية، وكذلك بمعنى المغزى والهدف، وكذلك بمعنى الاستقامة والعدل، كما قال بعض من ترجم في تعديل بعض الرجال بأنه مائل عن المقصد، يعني عن الاستقامة وعن الطريق الصحيح. ثم من المقاصد معناها إتيان الشيء، فالمقاصد بهذا المعنى تتضح وتتعدد المعاني ولكن مقصدها واحد. أما علاقة المقاصد بالأضداد وهذا ظاهر في كلامنا وفي خطاب البشر فيما بينهم، فنقول فلان قصد يقصد هو عكس كلمة لغى يلغو، يعني كان يلغو لغوا ولكنه في هذه الحالة يقصد قصدا ويراد به مدلول الكلام. أو نقول فلان تكلم بكلام سها من سها يسهو، يعني لم يكن متقصدا أو متعمدا بقوله. ونقول أيضا فلان لها يلهو، وهو بمعنى قصد عكس وضد كلمة قصد يقصد، بمعنى أنه خرج عن الحكمة وعن الاستقامة وعن الطريق. أما العلاقة بين المقاصد ومرادفاتها فإن علماء الأصول والفقه الذين اطلعت على كتبهم اقتصروا على يعني بعض المرادفات، العلاقة بين المقاصد والعلل والمعاني وغيرها، ولكن بعد البحث والتتبع والاستقراء يعني بين يدي أكثر من 10 معاني بهذا الاتجاه. فما الفرق أولا بين المقاصد والأسرار؟ الواقع أن الأسرار قد تكون مقاصدا وقد لا تكون مقاصدا، فليس كل سر مقصدا. ما هي العلاقة بين المقاصد والأغراض؟ وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على عدم الاعتماد على التعبير عن المقاصد بالغرض، لأنه يشعر بنوع من النقص، فلان له غرض في ذلك أي مقصد، أو فعل هذا لغرض في نفسه ومراده المذموم، وهذا منزه عن الله سبحانه وتعالى. وما العلاقة بين المقاصد والأهداف التي تكررت كثيرا في تفسير المنار عند الشيخ محمد رشيد رضا؟ وما العلاقة بين المقاصد والحكم؟ فالحكمة تطلق على المقاصد الجزئية، والمقاصد تدخل تحتها حكم متعددة. وما العلاقة بين المقاصد والعلل؟ والعلة كما تعلمون لها علاقة وثيقة بالمقاصد، وهي مفتاح علم المقاصد، بل المحور الذي يدور حوله الحكم الشرعي، وهي سبب الحكم وسبيله الذي يؤدي إليه. والمقاصد هي المصالح المترتبة على الحكم المبني على العلة. وما الفرق وما العلاقة بين المقاصد والغايات؟ فالغايات لها فوائد تعود على القاصد نفسه أو عليه وعلى غيره، والمقاصد فوائد لا يعود شيء منها على الشارع. كذلك العلاقة بين المقاصد والمرادات، ومرادات الشارع من خطابه المتعلق بأفعال العباد المكلفين، إذ الأدلة أقرب السبل إلى تفهيم مرادات الشارع ومقاصده إلى الأحكام الشرعية. وما العلاقة وما الترادف بين المقاصد والمرامي والمغازي والمرامز التي ذكرها العلماء، بل ما في معناه من سكوت بمختلف دلالاته مدركة للعقول البشرية متضمنة لمفهوم المقاصد. وما العلاقة بين المقاصد والمصالح؟ وتعرض كثير للمقاصد عند تناولهم المصلحة، ولكن المقاصد كلها معتبرة والمصالح بعضها ملغات. وما العلاقة بين المقاصد والمعاني؟ وهذا هو القاسم المشترك
بين الأصوليين وبين اللغويين عندما يدرسون المعنى، وما العلاقة بين المقاصد والمناسبات، والمناسبات التي كانت الشرارة الأولى لانطلاق موضوع المقاصد، فكل مناسبة صحيحة هي مقصد من مقاصد الشارع، وما العلاقة بين المقاصد والمنافع هي أيضا مما يعود نفعه على المكلفين بخير متحقق ضمن وسائل مشروعة، وما العلاقة بين المقاصد والوسائل التي ذكرها العلماء، كل ذلك يقتضي بحثه وتجميعه من كتب الأصول والتفريق بينها وبين غيرها من المترادفات. ثم المقاصد اصطلاحا قد تعددت تعريفاتها كما تعلمون، وقد اختارت الموسوعة الفقهية الكويتية تعريف الطاهر ابن عاشور لأنه الأسبق والله أعلم. ولعل أقدم نص للفظ المقصد اصطلاحا ما ذكره الجصاص في وهو الفقيه الحنفي في قوله ولكن يريد ليطهركم، فأخبر تعالى أن المقصد حصول الطهارة، والشاطبي توفي سنة 370. ولعل أقدم نص للفظ لجمع المقاصد بلفظ المقاصد اصطلاحا ما ذكره الماتريدي متوفى سنة 333 في اختلاف الناس في جواب سؤال السائل لما خلق الله الخلق، فقال وقال قوم خلق الله العالم، خلق العالم لعلل يكون منها وفيها وما بعدها، وذلك هو المعقول من جميع الحكماء، إنه لمقاصد يعقب الصنيع وكذا كل فاعل إلى آخر كلامه. وقد تكرر استخدام لفظ المقاصد في تفسيره كثيرا. ما علاقة المقاصد باللسانيات الحديثة؟ اللسانيات الحديثة إلى منتصف القرن العشرين ما كانت تعنى بالمعنى، وإنما كانت كل دراستها واهتمامها بالألفاظ. فاللسانيات الحديثة دخلت إليها المقاصد من باب التداولية، تدرس أو تدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه والتفاهم بين المخاطبين، ولذلك ظهرت مصطلحات مثل القصدية والمرادية من الخطاب وإدراك المخاطب مفهوم المخاطب. فالدراسات الأصولية الفقهية لها فضل السبق على الدراسات اللسانية الحديثة، ولكن الدراسات اللغوية العربية لها فضل السبق في تناول المقصد والمقاصد على الدراسات الأصولية، وهذا كله تاريخيا مثبت بالنصوص. ولذلك نجد كتب جديدة مثل كتاب المعاني الثواني ومعنى المعنى والمثلث الدلالي، كل ذلك من أجل الاهتمام باللغة بالكلام لا باللغة أو بالاستعمال. فهذا القرن هو قرن المقاصد في اللسانيات الحديثة، الدراسات التخاطبية والوظائف السياقية. ويمكن القول على وجه العموم أن هذا القرن قد أجاب على سؤال المعنى، ولقد نشأت التداولية كمصطلح أو كمنهج في الدراسات اللغوية الحديثة في أواسط القرن العشرين في إطار وسط بين اللسانيات وفلسفة اللغة، وقد اتسم الدرس اللساني عند المقاصديين بعد أن ثبتت الدراسات اللغوية الحديثة بهذا الاتجاه والعناية بالمقصد، اتسمت بالثبات والوضوح والإحاطة، ولا سيما فيما يتعلق بالنظرية السياقية، بينما تباينت المدارس والمذاهب اللسانية بسبب تباين الأصول الفلسفية التي انطلقت منها أول مرة، فأخذ كل منها بطرف من أطراف اللغة متجاهلا بقية جوانبها. لذلك لا يسعنا في الختام إلا أن نربط بين المقاصد وبين الحديث الذي يدور في هذا الاتجاه وهو الخطاب الشرعي، إلا أن نستشهد بقول الشافعي مثلا ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، وقال السيوطي سبب الابتداع هو الجهل بلسان العرب. فالكلام والخطاب واهتمام العلماء العرب كبير جدا، وربما لم يماثله إطلاقا ما قالته الأمم الأخرى في لغاتها وفي الدراسات اللسانية التي اعتنينا بالبحث فيها. وأخيرا أنقل ما قاله الشاطبي وهو أبو المقاصد حينما قال الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب
هو المقصد الأعظم. فإن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية. فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود. بهذا أكتفي، شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم. شكرا لكم على حسن الإلقاء وعلى أيضا التقيد بالوقت، والشكر موصول أيضا للدكتور فلاح الفداوي المشارك في هذا البحث. أنوه للأخوة الحضور، إذا كان لأحدكم مداخلة أو سؤال، إذا كان سؤالا فيكتبه في ورقة، أو كان يحب المداخلة أيضا يكتب اسمه مع التعريف فيقدمها إلى المنصة لترتيب عملية المداخلات والأسئلة عقب الانتهاء من البحوث. ذكرت في بداية هذه الجلسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، وهو إنما الأعمال بالنيات. والآن مع بحث عن بقية الأمثلة وما يتعلق بعلم المقاصد من السنة النبوية، وفضيلة الدكتور عمر مكي دكتوراه في الحديث النبوي الشريف، وهو أيضا مسؤول القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتم على هذه الأمة دينها صدقا وعدلا، وجعل القسط فيها فرعا وأصلا، وغاياتها حكما وقصدا، وبث في شرعها سعدا ورغدا، مناقب لو أن الليالي توشحت بأذيالها لبيض منها مسودا، فأنزر ما تعطيه يوفي على المنى، وأيسر ما توليه يستغرق الحمد. وبعد، فإن أنوار هذه الشريعة كتابا وسنة من أعظم المواهب وأرباح المكاسب وأجل المطالب التي تستحق أن تبذل فيه نفائس الأوقات وكثير الساعات، وتسترخص من أجلها لذة الراحات، إذ هي شريعة عظيمة شرعت لحكم رشيدة وغايات حميدة ومقاصد سديدة لا يمكن جحدها ولا إنكار فضلها، وإدراكا لأهمية المقاصد وتحقيقا لأصالتها وإبرازا لدورها في ضوء السنة الغراء وأيكتها الخضراء وروضتها الغناء، فقد اخترت الكتابة عن البعد المقاصدي في السنة النبوية التي اشتملت أحاديثها الشريفة على مقاصد التشريع ونهجها الرفيع التي تحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد. ومن هنا فإن هذا البحث يصبو إلى إبراز البعد المآلي لمقاصد السنة المطهرة وتجلية محاسن تشريعاتها أمرا ونهيا. فالمتأمل لأسرار السنة النبوية والمتدبر لحكمها يرى ذلك على صفحات أوامرها ونواهيها، فما حرمت السنة شيئا إلا وعوضت عنه بما هو خير وأنفع، كما حرمت بيع الرطب بالتمر وأباحت منه العرايا. وبالجملة فما حرمت خبيثا ولا ضارا إلا أباحت طيبا بإزائه، هو أنفع وأصلح. ومن أجل هذا فإن بيان المنظومة المقاصدية في السنة النبوية تتأكد العناية بها، لأن ميادين السنة النبوية الميمونة واسعة ومنابع المقاصد فيها جامعة، والغفلة عنها تستلزم سوء أفهام وزلة أقدام. ومن أمثلة زلة القدم قديما ما أنشده الشاعر أبو العلاء المعري في قوله: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. فلما كان المعري غائبا عن حكمة التشريع، عن حكمة تشريع السنة ومقصدها، انصب اعتراضه على التفاوت بين تقدير دية اليد الأمينة وبين نصاب دية اليد الخائنة. وقد أجاد علم الدين السخاوي لما أجاب عن هذا بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقد أحسن إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى لما قال: وإنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه ولم يطلع على خفاياه ومكامنه. لقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم بأمته ويعز عليه كل ما يشق عليهم، فقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقد ظهرت دلائل هذه الآية الكريمة ظهورا بينا وواضحا في السنة المشرفة
في أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وسيرته العطرة الزكية، ومن أقواله في سنته الغراء قوله: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وكذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والمشادة المغالبة. والمقصود أنه لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق والقصد إلا عجز وانقطع. وهذا الحديث يعد من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فسددوا، أي الزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط وتفريط. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. والمقصود من الحديث أن الأمر بما يسهل عليهم دون أمر ما يشق عليهم، فالأخذ بالأرفق الموافق للنفس والشرع هو الأولى من الأشق والمخالف والمعنت على الناس. ومن هنا يفهم أن من مقاصد التشريع أن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل. فالعمل الفاضل قد يكون الأقل أو الأيسر، كما في التمتع في نسك الحج الذي هو أفضل من الإفراد وهو أيسر منه، وكذلك الفطر وقصر الصلاة الرباعية في السفر، كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد أكدت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا المعنى، فقالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومجيء اسم التفضيل في قوله في قولها رضي الله عنها أيسرهما مع صيغة التخيير دليل ظاهر في مقاصد السنة الميمونة التي ترفل في مطارف سؤددها وقلائد جيدها بما يسعد البشرية في غيبها ومشهدها. ومما يحقق مقصود الشارع من خلال السنة النبوية المطهرة هو تنزيل الجزئيات الأخرى المتفقة معها. وقد كان من منهج الظاهرية عدم مراعاة بعض الأصول الكبار كأصل اعتبار العلل والمعاني، ولذا يأتون بالأقوال الغريبة كما فعلوا ذلك لما نظروا في حديث الفأرة تقع في السمن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. قالوا إن ذلك خاص بالفأرة تقع في السمن، ولم يتنبهوا إلى أن لفظ الفأرة والسمن المذكورة في الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو الذي علق الحكم بها، بل هو من كلام السائل الذي أخبر بما وقع له. ولذلك نازعهم جمهور العلماء فلم يخصوا المسألة بالفأرة تقع في السمن، بل عدوها إلى كل خبيث يقع في المائعات، وهذا هو المعنى الذي علق به الحكم. قال ابن حزم في بيان هذه الجزئية: ولا يجوز أن يحكم لغير الفأر في غير السمن، ولا للفأر في غير السمن، ولا لغير الفأرة في السمن بحكم الفأر في السمن، لأنه لا نص في غير الفأر في السمن. قال الحافظ ابن حجر: وأما ذكر السمن والفأر فلا عمل بمفهومهما. وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة، فلو وقع غير جنس الفأر من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير. وقد ثبت في صحيح السنة أن المشقة مخالفة لقصد الشارع، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث العظيم أظهر أن المشقة ليست مناطا للأجر والثواب، بل عدته وجعلته مخالفا للشرع الحنيف. يقول الإمام العز بن عبد السلام: لا يصح التقرب بالمشاق، لأن القربات كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا. ويقول أبو إسحاق الشاطبي: المشقة ليس للمكلف أن يقصدها نظرا إلى عظم أجرها،
وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم المشقة من حيث هو عمل، لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر، وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به، وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلوب. فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع، من حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل. فالسنة النبوية لا تقصد المشقة في المأمورات والمنهيات، وهذا الأمر يبين عظمة السنة وإحسانها في مصادرها ومواردها، دفعاً لآثار الحرج وتوسيعاً لآفاق الفرج، وتؤكد نصوص السنة المشرفة سماحتها ويسرها. ولذا فإن إظهار البعد المقاصدي فيها له دور فاعل في وضوح رؤية أحكامها واستجلاء حكمها وتوصلاً إلى سلامة فهمها. ثم إن من مقاصد السنة النبوية المداومة عليها، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وقد قال أبو إسحاق الشاطبي: من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها. قال الإمام النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله تعالى، بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. ويمكن عد غياب الجمع بين النصوص الشرعية والمقاصد سببا في كثرة النزاعات والخلافات بين المسلمين أنفسهم وبين غيرهم، فالتوفيق بين النصوص الشرعية ومعرفة مقاصدها من أعظم الوسائل المعينة لإدراك مراد الشارع الحكيم في شرعه للأحكام. يقول الإمام الغزالي: وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع. ولذلك من ينحي المقاصد عن فهم النصوص الشرعية لا يكون محسنا في كيفية تنزيل النصوص على مواقعها. وقد صرح إمام الحرمين الجويني تصريحا بذلك، فقال: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. ولذلك أدرك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مقاصد التشريع، وراعوا جوانب المصالح والحكم في مسائل التشريع، ومنها الحدود والعقوبات، ومنها عدد الضربات في حد شارب الخمر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أي بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. فضعف الوازع الديني واحتقرت العقوبة وكثرة الجراء على ما حرم الله تعالى، فكان السبب في تغيير مقدار العقوبة، فقد بيّن ذلك ما رواه أبو داود في سننه، قال: لما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة. ومن هنا تظهر أهمية معرفة مقاصد الشريعة وتحقيق مقتضيات المصالح ودرء المفاسد في تحديد المعيار والمقدار المناسب للواقعة والنازلة الملائمة لما يستجد من المسائل، إذ من المعلوم أن تشريع العقوبات هي لغرض الزجر والرد، وهو لتحقيق مصلحة حفظ النفوس والعقول والأموال. والعقوبات منها ما هو مقدر ومنها ما هو غير مقدر، وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم وكبرها وصغرها وبحسب حال المذنب في نفسه. ومن ذلك أيضا فهم العلماء الذين استعانوا بفهم السنة من خلال مقاصد التشريع في مسألة سفر المرأة من دون محرم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فظاهر هذا الحديث الشريف يفيد الحرمة المطلقة في سفر المرأة من غير محرم، ولكن الإمام البغوي قال: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت، وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. وهذا المعنى يؤكد مصاحبة مقاصد الشريعة في فهم النصوص الحديثية باعتبار مقاصدها، لأن حفظ الدين والنفس والعرض مقاصد متعددة قد تحققت في ذلك الفهم. ومن هنا يجب الجمع بين الفهم المقاصدي والفهم النصي، ففقه النص ينبغي أن يكون مصاحبا في ضوء المقاصد
لأن إعمال الفهم المقاصدي في حقيقته هو إعمال النص الحديثي نفسه، فهما يلتقيان في المعنى ويصطحبان في المغزى، ويؤيد هذا المعنى ويقرره ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن السهيلي وغيره في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، وهذا الحديث عظيم المغزى في إظهار دلائل مقاصد المتكلم، والتعويل في الحكم على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسها، وإنما هي مقصودة للمعاني وللتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم. وفي الختام بيان السنة لعلم المقاصد مرتع واسع ومجال خاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير، شكرا الفاضل على هذا التقديم. و بسبب العذر بحث الأستاذ الدكتور وصفي عاشور أبو زيد بعنوان الوظيفة الإصلاحية للفكر المقاصدي قراءة في تاريخ المقاصد وتجلياتها الإصلاحية، أرسل كلمته مصورة نستمع إليها عبر هذا المقطع، وربما اضطرارا لأنه لا أستطيع هنا مداخلة عليه وتحديد الوقت، سنستمع إلى المقطع كاملا متجاوزا دقائق قليلة جدا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فخير ما أحييكم به أيها الإخوة الحضور تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي بداية هذه الكلمة التي أسجلها لهذا المؤتمر الذي تقيمه هيئة علماء المسلمين في العراق في العاصمة الأردنية عمان يوم 5 و6 شعبان 1439 هجرية الموافقين لـ21 و22 من أبريل نيسان عام 2018، القسم العلمي في الهيئة وقسم الثقافة والإعلام بالتعاون معه تقيم الهيئة هذا المؤتمر العلمي الثاني، المؤتمر المهم الذي يأتي في فترة مهمة وفي ظروف عصيبة تمر بها الأمة. أتوجه بخالص الشكر إلى الهيئة والقائمين عليها والقسم العلمي بها وقسم الثقافة والإعلام وسعادة الأمين العام للهيئة فضيلة الدكتور مثنى حارث الضاري حفظه الله، وللإخوة جميعا المشاركين والحضور والذين يتابعون هذا المؤتمر، أسأل الله تعالى أن يجزيهم جميعا خير الجزاء. تأتي ورقتي التي سأقدمها لكم سعيدا بهذه المشاركة وإن كانت عن بعد، تأتي بعنوان الوظيفة الإصلاحية للفكر المقاصدي قراءة في تاريخ المقاصد وتجلياتها الإصلاحية. المقاصد أيها الإخوة الكرام لها وظائف عديدة جدا، منها هذه الوظيفة الإصلاحية التي تتنوع وتتعدد وتتشعب ولها تجليات كثيرة جدا. نحن في البداية لا ندخل في تعريف مصطلحات مفروغ منها بالنسبة لكم كأهل علم كرام، تعريفات المقاصد والوظيفة وهذه الأشياء، وإنما ندخل مباشرة في صلب الموضوع اختصارا للوقت، لأن الوقت ضيق ونريد أن نستثمر كل دقيقة في المتاحة في هذا الوقت. على مر التاريخ، تاريخ المقاصد وعلمائه ورموزه، ارتبطت المقاصد والفكر المقاصدي بفترات تجديد وفترات تطوير وفترات إصلاح وفترات حفظ هوية الأمة وفترات مدافعة لأعداء هذه الأمة وفترات جهاد وفترات مقاومة، حتى
رموز المقاصد، رموز الإصلاح الذين ارتبطت بهم المقاصد والفكر المقاصدي، كانوا أئمة في التجديد والتطوير والإصلاح وحفظ الهوية ورد الشبهات، بل كان بعضهم يتقدم صفوف الجهاد في هذه الأمة. لو أخذنا مثالا بسيدنا عمر بن الخطاب الذي اتسعت في عهده رقعة الدولة الإسلامية ودخل في دولة الإسلام كثير من غير العرب، استلهم عمر بن الخطاب هذا الفكر الإصلاحي ليصلح به الدولة ويوسع به رقعتها ويقنن به القوانين ويبني به البنية التحتية للدولة ويصنع به يعني خلافة مترامية الأطراف. سيدنا عمر بن الخطاب هذا العقل المصلحي الكبير الذي استلهم المقاصد، هذا الفكر الكلي الذي يليق بفترة التوسعة وفترة الفتوحات التي كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك نرى ونلحظ أن كثيرا من الدراسات والبحوث في مجالات عدة في أصولية ومقاصدية ومصلحية تقوم حول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه استلهم هذا الفكر الذي يوحد الأمة ويجدد ولا يبدد ويجمع ولا يفرق ويقدم الأمة للأمام ولا يؤخرها، استلهم هذا الفكر لتوحيد الفرق التي كانت موجودة في المجتمع واستلهام أداة الحوار لتحقيق الوحدة، وهو مقصد عظيم جدا من مقاصد الإسلام. عندنا رموز الإصلاح والتجديد، الإمام الشافعي الذي استطاع أن يضع علما للأصول ومن ضمنه المقاصد وملامحه التي تتجلى في القياس وفي التعليل وفي الاستصلاح وفي الاستحسان وكل هذه الأبواب التي ولد منها في الحقيقة علم المقاصد، حيث إن علم المقاصد ابن شرعي لعلم الأصول، وإن كان أصبح الآن علما مستقلا فلا يعني الاستقلال أن يستغني علم المقاصد عن علم الأصول ولا علم اللغة العربية ولا العلوم الأخرى. فاستطاع الإمام الشافعي أن يجمع الناس وأن يجمع العلماء والفقهاء والمستنبطين والمجتهدين على منهج سديد في الاستنباط والنظر في النصوص الشرعية. العز بن عبد السلام الذي جاء في عصر اضطرابات سياسية وعصر تفسخ اجتماعي وعصر تغيير ولاء للأمة، حكام في عصره كانوا يوالون أعداء الأمة وكانوا يعادون أولياءها، فاستلهم العز بن عبد السلام هذا الفكر ووقف وقفاته التاريخية التي سجلها له التاريخ بكل إعزاز وفخار. وكتب العز بن عبد السلام كتبه شجرة المعارف والأحوال، القواعد الكبرى، هذا الكتاب الذي أعتبره كتاب العصر للفقهاء والأصوليين والسياسيين والحركيين والدعاة إلى آخره، هذا الكتاب الذي نظم فيه العمل بالمصالح والمفاسد ووضع قواعد ضابطة للعمل بالمصالح إذا تعارضت والمفاسد إذا تعارضت والمصالح والمفاسد إذا تعارض بعضها مع بعض، فهو كتاب لم يؤلف قبله مثله، وأظن أنه لم يأتي أحد وألف مثل كتاب القواعد الكبرى. عندنا بعد ذلك الإمام ابن تيمية الذي كان في عصر احتلال الأمة استلهم هذا الفكر في فتواه وفي آرائه وفي مواقفه، وكذلك تلميذه ابن القيم. ثم جاء الإمام الشاطبي في المغرب الذي جدد عمارة الأصول وبنى بناء المقاصد الكبير في كتابه الموافقات، وكتب كتاب الاعتصام أيضا ليرد الأمة إلى طريق الجادة بعدما انتشرت البدع وانتشرت الخرافات وانتشر القول في دين الله تعالى بغير علم، فألف الإمام الشاطبي كتاب الاعتصام، وحتى عنوانه عنوان مقاصدي، الاعتصام بالكتاب والسنة، وحدة الأمة، قوة نسيجها الاجتماعي والفكري والثقافي، كل هذا يعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية. جاء بعد الإمام الشاطبي علماء كثيرون، جاء يعني علماء في كل الدنيا، حتى انتهى الأمر إلى الإمام محمد عبده رحمه الله تعالى الذي توفي 1905، حيث كان مفتيا للديار المصرية، تنبه لهذا العلم وأحيا كتاب الموافقات ووصى تلامذته بأن يطبعوه وأن يحققوه وأن يتدارسوه وأن يدرسوه، وذكر ذلك الإمام الشيخ محمد الخضري في كتابه أصول الفقه، وأشار إليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور،
وأول تحقيق له كان على يد الإمام محمد رشيد رضا التلميذ الأنجب للإمام محمد عبده. كل هؤلاء من تلاميذ محمد عبده أخذوا هذه الوصية وعملوا بها ونشروا كتاب الموافقات ودرسوه وتدارسوه ودرسوه لتلاميذهم حتى كان كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية الذي ألفه الإمام الكبير الجهبذ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، جدد به المقاصد، ويعتبر هو أول من دعا إلى استقلال علم المقاصد وأن يكون مقاصد تكون مقاصد الشريعة علما مستقلا. ومن أوجه التجديد فيه أنه تحدث في المقاصد الخاصة، مقاصد العقود ومقاصد الأسرة ومقاصد العقوبات ومقاصد أخرى تعرض لها ابن عاشور، وهي ما يسمى بالمقاصد الخاصة، وهو يعتبر رائدا في هذا الباب. الإمام محمد، طبعا الإمام محمد عبده من قبل كان في عصر احتلال، كانت مصر محتلة من قبل الإنجليز البريطان، واستلهم الإمام محمد عبده هذا الفكر للتجديد وللتطوير ولإصلاح الأزهر ولإصلاح المناهج. فهذا الفكر دائما وأبدا كان يرتبط بعصور مقاومة، بعصور تجديد، بعصور إصلاح، بعصور تطوير، بعصور حفظ على الهوية، بعصور رد الشبهات، لأن من لم تكن له دراية بالمقاصد وبفكر المقاصد لن يستطيع أن يقوم بهذه الوظائف أبدا. الأستاذ علال الفاسي جاء بعد ذلك، أو تقريبا كان هو والإمام محمد الطاهر بن عاشور متزامنين، لكن كتابه في مقاصد الشريعة ومكارمها كان لاحقا بلا شك لكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور. الأستاذ علال الفاسي رجل مجاهد، رجل ثائر، رجل إصلاحي، رجل كان رئيسا لحزب قاوم الاحتلال هناك في المغرب، ألف كتبه الرائدة، فهو رجل مفكر مصلح مجدد، كتابه علامة فارقة في تاريخ علم المقاصد، يعتبر بنظرة أصولية فقهية إصلاحية حقوقية تجديدية يعني متميزة في الحقيقة. ثم جاءت بعد ذلك الصحوة المقاصدية الكبيرة التي بدأت قبل 3 عقود أو 4 عقود، وزامنت هذه الفترة أو الصحوة المقاصدية هذه الحالات التي الحال الذي نعيشه الآن، حال الأمة وحال العالم الذي يشهد هذا التغير الكبير وهذا التحول الضخم، ويشهد هذه الظواهر الكبرى، ظواهر فكرية وظواهر ثقافية وتربوية وسياسية ويعني كل أنواع الظواهر تظهر في مثل هذه العصور التي تتحول فيه الأمة وتغير فيه العالم وتشكل فيه من جديد. نستلهم نحن هذا الفكر في مثل هذه العصور كما استلهمه من قبلنا، ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن هيأ لها مثل هذا الفكر وهذه الصحوة الطيبة، الصحوة المقاصدية التي كان من الواجب أن تقوم لكي تكون مواكبة لهذا التحول الكبير الذي تمر به الأمة ويمر به العالم كله. ولذلك كانت هيئة علماء المسلمين في العراق موفقة كل التوفيق في أن تقيم مؤتمرها العلمي الثاني حول هذا الموضوع المهم. إذن ارتبطت المقاصد بهذه الظروف وبهذه الأحوال على مر العصور. المقاصد تقوم بوظائف إصلاحية كثيرة جدا، وقد اقترب الوقت على الانتهاء من هذه الوظائف، أنها تقوم الفكر، تسدد الفكر، تصحح النظر في النص الشرعي، فالنظر في النص الشرعي لابد أن يكون مظللا بالمقاصد وفي ضوء المقاصد، فهي مقاصد الشريعة، المقاصد مستثمرة من الشريعة، والشريعة لابد أن تفهم في ضوء المقاصد، وأي تعامل مع النصوص بمعزل عن المقاصد يؤدي إلى ضلال وإضلال. المقاصد وفكر المقاصد نستفيد منه أو من وظائفه الإصلاحية أنه نقيم به التجارب، تجاربنا في حياتنا العملية، سواء كانت تجارب فكرية أم تجارب سياسية أم تربوية أم ثقافية أم اجتماعية أم اقتصادية، نقوم بتقييم هذه الأعمال وهذه الأنشطة وهذه التجارب في ضوء ما وضعناه لها من مقاصد وأهداف. هذه الأنشطة جميعا لها وسائل تحقق بها أهدافها، من وظيفة المقاصد الإصلاحية أنها تجدد هذه الوسائل، تختار أصلا من البداية وتحدد الوسائل المناسبة لتحقيق المقاصد المطلوبة للنشاط أو للعمل الذي نقوم به، ثم بعد ذلك تقوم بعملية تجديد وتطوير
للوسائل وتغيير الوسيلة أصلا إذا لزم الأمر. المقاصد أيضا من وظائفها الإصلاحية أنها تقوم بتجديد العلوم. نحن عندنا كم كبير جدا تراثي في المقاصد تأصيلا وتنظيرا وتأطيرا، لكننا الآن بحاجة إلى أن تكون هذه المقاصد ويكون هذا الفكر المقاصدي مبثوثا في العلوم، أن نظهر مقاصد العلوم. ما مقصد علم؟ مقاصد علم الفقه، مقاصد علم التفسير، مقاصد علم الأصول، مقاصد علوم الحديث، مقاصد علم الاقتصاد، مقاصد العلوم الإنسانية، مقاصد الطب، مقاصد الفلك. كل هذه العلوم لها مقاصد. هل انضبطت هذه العلوم في مسيرتها بمقاصدها؟ هل حققت أهدافها وغاياتها؟ نعاير ونقيم ونحاكم مسيرات هذه العلوم إلى مقاصدها، فإن كانت محققة لمقاصدها فبها ونعمت، وإن لم تكن فينبغي أن تحقق مقاصدها بوسائل مناسبة، بطرق في التأليف موائمة لتحقيق المقاصد. أيضا من وظائف المقاصد الإصلاحية أنها تجود التدين. نحن عندنا مظاهر كثيرة جدا للتدين المغشوش، للتدين الفاسد. المقاصد حينما نعرف مقاصد الأحكام، مقاصد الأذكار، مقاصد الأحوال، أهداف العبادة التي ذكرها الله تعالى في السنة في القرآن وبينها رسول صلى الله عليه وسلم في السنة، حين نعلم ذلك نجود التدين، نخرج من إطار التدين المغشوش الشكلي الذي يهتم بالمظهر ويهمل الجوهر، يهتم بالعناوين ويهدر المضامين. حينما نعلم مقاصد العبادات، مقاصد التصرفات، مقاصد الأذكار والإيمانيات والعقيدة، عندئذ يتجود التدين ونسعى لتحقيق مقاصد هذا التدين منا. أيضا من وظائف المقاصد الإصلاحية أنها تقوم وتقيم مجالات الحياة. مجال الأسرة، القرآن الكريم والسنة النبوية ذكر مقاصد الأسرة. هل أسرنا تحقق مقاصدها طبقا لما ورد في القرآن والسنة؟ هل حياتنا الاقتصادية، حياتنا السياسية، حياتنا الثقافية، حياتنا الحزبية، حياتنا التربوية، حياتنا المجتمعية والاجتماعية، هل تتحقق مقاصد هذه المجالات فيها الآن، أم أنها منحرفة شيئا ما أو كثيرا عن المقاصد التي رسمها لها الإسلام والشريعة الإسلامية؟ فالشريعة، مقاصد الشريعة الإسلامية والفكر المقاصدي يعتبر مقوما أساسيا ويقيم على أساسه مجالات الحياة كلها. إذا تطرقنا لتطبيقات بسرعة لأن الوقت خلاص انتهى، تطبيقات معاصرة للفكر المقاصدي، هذا الفكر الإصلاحي الذي من أعظم وظائفه الإصلاح. نحن في تطبيقات المعاصرة مثلا عندنا مؤسسات، عندنا هيئات، عندنا روابط، عندنا اتحادات، عندنا كليات، جامعات، هيئات، مراكز أبحاث، عندنا أمور كثيرة جدا في المؤسسات. هل هذه المؤسسات منضبطة بأهدافها بغاياتها؟ فالمقاصد إذن هي عبارة عن أفق، عبارة عن شيء معياري تحاكم إليه مسيرة المؤسسات وتقوم من خلاله. أيضا الأمر الآخر أننا في حاجة من مقاصد الإسلام ومن مقاصد الشريعة الإسلامية وحدة الأمة. وحدة الأمة، نحن في حاجة إلى إصلاح ذات البين. عندنا جماعات متناحرة، عندنا قبائل متدابرة، عندنا تيارات متنازعة، عندنا دول بينها وبين الدول الأخرى مشكلات، عندنا أقاليم وتكتلات بينها وبين التكتلات الأخرى مشكلات. الفكر المقاصدي من شأنه أن يصلح هذا الشقاق، وأن يعني يرتق هذه الفتوق، وأن يقوم بوظيفة تحقق القوة للأمة وتحقق السعادة للأمة وتحقق لها الشهادة على العالمين. من ضمن الوظائف الإصلاحية أيضا إقامة التحالفات السياسية. هذه وظيفة من وظائف الفكر المقاصدي الإصلاحية، من وظائفه الإصلاحية أنه يتيح لنا، بل يأمرنا ويحضنا ويحبذ أن تقام تحالفات في ضوء مصالح الأمة، في ضوء تحقيق مصالح الدول، في تحقيق الأمن الاجتماعي في المجتمع. هذا الكلام يحتاج طبعا، كل تطبيق معاصر من هذه التطبيقات يحتاج إلى بحث طويل. فمن شأن التحالفات السياسية إذا حققت الوحدة للأمة، حققت القوة، حققت المنعة، حققت الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، الأمن الفكري والثقافي والتربوي،
أن تقام هذه التحالفات في ضوء هذه المقاصد. عندنا مجالات كثيرة جدا في المجتمع، عندنا المجتمع هناك تحلل اجتماعي، هناك تفسخ أخلاقي، هناك فساد سياسي في كثير من بلادنا. هذه المجالات في الحياة تحاكم إلى مقاصدها التي أتت بها الشريعة الإسلامية. مجال القول ذو سعة في المقاصد وفي وظائف المقاصد والفكر المقاصدي وفيما تقوم به المقاصد من إصلاح وفيما يقوم به الفكر المقاصدي من تجويد ومن تحسين وتطوير وحفاظ على الهوية ورد للشبهات وتجديد للعلوم. أكتفي بهذا القدر وأشكركم جزيل الشكر وأثني بالشكر مرة أخرى والتقدير لهيئة علماء المسلمين في العراق ولأمينها العام فضيلة الأستاذ الدكتور مثنى حارث الضاري ولإخوانه في القسم العلمي وقسم الثقافة والإعلام وأعضاء الرابطة جميع وأعضاء الهيئة جميعا، ولكم أنتم أيها الحضور الكريم والأساتذة الأجلاء والعلماء الفضلاء تحياتي وتقديري لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغتنم ما تبقى من الوقت قبل رفع هذه الجلسة في المداخلات وبعض الأسئلة وتعقيبات الأساتذة الباحثين، ونبدأ مع مداخلة للشيخ عبد المنعم البدراني، فليتفضل مشكورا. أتفق مع الأستاذ حسن في ضرورة تسمية المقاصد بعلم المقاصد وبفقه المقاصد، وعلم المقاصد هو من أشرف العلوم ومن أهمها قاطبة، لأسباب أوجزها إيجازا. السبب الأول هو أن علم المقاصد ينزه الشريعة من اللغو ومن العبث ومن السدى، فإن الشريعة جاءت من لدن الحكيم جل وعلا، الله تبارك وتعالى حكيم وكتابه حكيم ونبيه صلى الله عليه وسلم حكيم، فكل ما جاءت به الشريعة هي مرتبطة بالحكمة والمقصد والغاية من هذه الشريعة، فنزه علم المقاصد الشريعة من اللغو ومن العبث ومن السدى ومن الباطل ومن اللغو. هذا السبب الأول في أهمية علم المقاصد. السبب الثاني هو أن الشريعة قد حفظها الله تبارك وتعالى بعلمين أصيلين. الأول علم الإسناد الذي حفظ لنا النصين والوحيين الكتاب والسنة، فأسانيد القراء حفظت لنا كتاب الله تبارك وتعالى، وأسانيد المحدثين حفظت لنا السنة النبوية المطهرة. وكثيرا ما نجد من يثني على علم الإسناد ويغفل عن الثناء على علم المقاصد، وهذا خلل، لأن هناك ترابطاً بين علم الإسناد وبين علم المقاصد. علم الإسناد حفظ لنا ظواهر النصوص، وعلم المقاصد حفظ لنا بواطنها وحفظ لنا غاياتها ومقاصدها وأهدافها وعللها وأحكامها التي أنزل الله تبارك وتعالى من أجلها الكتاب وبعث من أجلها محمداً صلى الله عليه وسلم. ولذلك الترابط بين العلمين كترابط الروح والجسد، وإن الشريعة لا تقوم بالنصوص فحسب، النصوص لا تستطيع أن تتحرك في الحياة ولا تستطيع أن تتكيف للمتغيرات العصرية لكل قرن ولكل زمان، إنما الذي يعطيها الحياة ويبث فيها الروح والحركة هو مقاصدها التي تستنبط منها فتكون مظلة وقاعدة عامة تندرج تحتها كثير من الأحكام الشرعية التي تعالج المتغيرات في الحياة. والنصوص هي القاعدة، وعلم المقاصد هو أصلها وروحها الذي تتحرك فيه، فهو بمثابة الروح إلى الجسد بالنسبة إلى النصوص. ولذلك لا يمكن لأي نوع من أنواع الفقه في الإسلام أن يستغني عن علم المقاصد وفقه المقاصد، وأنا أقصد هنا المعنى اللغوي للفقه ولا أقصد المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي اختصر فيه على فقه العبادات والمعاملات، وإنما أقصد الفقه في الدين الذي دعا إليه الكتاب والسنة
كما في قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولم يقل ليتفقهوا في المعاملات والعبادات، هذا جزء من الفقه، إنما المقصود كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ودعوته لابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالمقصود في الفقه في الدين هو أن تفقه كل أنواع الفقه فيه، ابتداء من فقه العقائد، ومرورا بالفقه السياسي، والفقه الاجتماعي، والفقه الاقتصادي، وفقه المعاملات والعبادات من ضمنها، وكذلك تتضمن أنواع الفقه الأخرى مثل فقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه المرحلة، وواجب الوقت، وكل هذه الأنواع الفقه ترتبط ارتباطا رئيسيا بفقه المقاصد، ولا يمكن لها أن تحقق المضامين المقصودة منها إلا إذا وقفنا على مقاصدها فتتحرك بهذه المقاصد وتحيا به وتصل إلى ما أراد الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص. أكتفي بهذا القدر وأسلم عليكم والسلام عليكم. جزاكم الله خيرا، شكرا فضيلة الشيخ عبد المنعم على هذه المداخلة. المداخلة الثانية للدكتور أحمد كافي من المغرب، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الشكر الجزيل للإخوة الأكارم، ننتقل مباشرة إلى أول مداخلة، مقاصد العلوم الشرعية لأخي الدكتور حسن. وأصر في بداية كلامه على أن المقاصد ينبغي أن تكون علم، أو هي علم وهو مستقل، وهذا كلام فيه كثير من الحقيقة، ولكن الذي ينبغي أن نضيف إليه وأن مقاصد الشريعة الإسلامية وإن كان علم لكنه علم يسري في كل العلوم، ليس علما مستقلا عن العلوم الأخرى، بل هو مبتوت في كل علم، وهذا الذي ينبغي أن نحث الآن فيه، وهو تقصيد العلوم الذي سبق للأخ وصفي أن ذكر بعد ذلك. تقصيد العلوم الشرعية، ما هو مقاصد علم أصول الفقه، ما هي مقاصد التفسير، مقاصد الحديث، مقاصد القصة، مقاصد، وهكذا حتى ننضبط إلى ذلك. الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر بأن مقاصد هذه العلوم الشرعية هي التي تقوم وتسدد، وبحيث تحدثنا عن أن هذا العمل أو هذا المبحث أو هذه المسألة أو هذه القضايا تدخل في هذا العلم أو تخرج عنه. وذلك عندما تحدث عن مثال واحد وهو أصول الفقه، فذكر كلمته المشهورة: كل مسألة موجودة في أصول الفقه لا ينبغي، وسمها الأصول العارية، فوجودها في أصول الفقه من المسائل العارية. وهذا أيضا يوجد في علم التفسير، كثير من المباحث يعني حادت عن علم التفسير، ووجدنا عبارتهم التي تقول: فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. وتجد أيضا في الحديث، ذكر أخونا مائل عن مقصد علمي الرجال، وهكذا ينبغي أن نحدد هذه المقاصد. وبناء عليه أخونا عمر تحدث عن البعد المقاصدي في السنة النبوية، لكن تناول الأحاديث التفصيلية يعني كالفروع، يعني الحديث الفأرة وحديث كذا. نحن نحتاج إلى يعني المنهاج الناظم، وهو مقاصد السنة النبوية التي تحكم على أي حديث، هل يدخل في هذا الإطار أو يخرج، هل ينسجم أو لا ينسجم، أكبر من الحديث عن يعني مقصد الحديث، وهو مهم ونافع لكن هذا أعظم، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام، شكرا جزيلا لكم. يعني بحسب فهمي أن المقصود بالدعوة إلى الاستقلال أو التخصص والاستقلال لا يعني الانقطاع، وإنما كما ذكرت هي علاقة تكاملية بين هذه العلوم الشرعية. حتى يعني الآن لما نقول علم التفسير هو لا ينفصل عن علم الحديث، وكذا العكس وبقية العلوم الأخرى. هنالك وردت عندنا أو لدي ثلاثة أوراق أسئلة محددة. السؤال الأول لم يحدد لأي شخص ولم يذكر أيضا السائل. قال: لم يذكر أحد من المتحدثين مبطلات المقاصد ولا المهمة والأقل أهمية أو المقصد الكلي الذي لا بد منه والجزئي الذي لا يضر العمل ضررا بينا. يعني نحن في الجلسة الأولى أولا، ولها محدد هذا الجلسة، وهنالك جلسات أخرى، وبالتأكيد لا نستطيع في هذا المؤتمر ولا حتى في أكثر من مؤتمر
الإلمام والجمع بكل جوانب هذا العلم، لكن على الأقل بيان الخطوط العامة والأهداف وما يتعلق به من مسائل في هذا الإطار وبحسب العناوين المقيدة. سؤال للأستاذ الدكتور حسن يشو، قال من الأستاذ قاسم كسار، قال: المقاصد مدخل للوصول إلى الحكم الشرعي، أما حكم كل جزئي فيحتاج إلى دليل جزئي، وليست المقاصد بحد ذاتها دليل مع المخالف عند ظهور الخلاف بين المسلمين. السؤال لك لا أعرف. وسؤال آخر أيضا من الأستاذ قاسم إلى الدكتور عمر مكي، يقول: هل يجوز أن نقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في الحد لشارب الخمر؟ أترك الوقت للأساتذة للإجابة على هذه الأسئلة وما ورد في المداخلات فليتفضلوا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر السادة المتدخلين لإثراء موضوع المقاصد وبالمناقشة والأخذ والرد واللين والشد تتبلور حقيقة المقاصد والأفكار، لأنها ليست جاهزة وتقبل التلقين فقط. بخصوص التدخل من الشيخ عبد المنعم البدراني، هو وافق أن الشريعة طبعا مبنية على الحكمة، وأن كل كلام لم ينتهي إلى غاية ليس من الشريعة، وكلام ابن القيم الذي يقول أيضا الشريعة مصلحة كلها حكمة كلها، وأن الله من أسمائه الحسنى الحكيم، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان حكيما وهو القائل المؤمن كيس فطن، ومما يجب في حق الرسل الفطانة إلى جانب الصدق والرسالة والفطانة طبعا. بالنسبة للنص أنه جامد يحتاج إلى مقصد، أي إضفاء الحيوية عليه في الواقع، هذا وارد، لأن الظاهرية القديمة والحديثة سدت باب الاجتهاد وإن لم تصرح بذلك. أعطي مثالا، ابن حزم لما يقول عند قوله صلى الله عليه وسلم: تستأذن البكر وإذنها صماتها، النص ورد: وإذنها صماتها، أي سكوتها علامة على الرضا أنها موافقة، لكن لما يجي ويقول إذا تكلمت لم ينعقد به نكاح، قالت يا أبتا أنا أوافق علي، هذا يعني الطنش، فهذا ليس مقصودا من النبي صلى الله عليه وسلم. راعى طبيعة المرأة في ذلك الزمان العذراء في خدرها، يعني حتى نعطي مثال يعني واقعي، هذه امرأة من باب الكلل يعني أصابنا التعب، هذه امرأة لما مشات عند طبيب السكري قال عندك سكر ومنع عليها العشاء، جات بالمساء قالت لها البنت ديالها الكبيرة: أمي نجيب لك العشاء؟ قالت لها: لا يا ابنتي، طبيب منعني من العشاء، سخني الغداء وجيبه. يعني ظاهرية، تشوف يعني مضحكة، وهكذا الأمر في أشياء أخرى. الأخ الزميل أحمد كافي، احنا حين قلنا إن المقاصد علم فهذه تدخل في العملية الجراحية التي تغيها أحمد الريسوني، وإذا سلمنا بأنها علم فكل شيء مما ذكر تباعا وارد أن يكون هذا العلم حاضرا في مقاصد القرآن، مقاصد السنة. لما نستقر على أنه علم، أي له أصوله وله قواعده الحاكمة، فينطلق، وطبعا أن لا يكر على العلوم الأخرى بالنقد والإبطال. أذكر في مقاصد القرآن، ربما لأول مرة سيسمع
أحدكم عن الإمام الفراهي، الإمام عبد الحميد الفراهي المتوفى 1930. أنا حضرت مؤتمرا عنه أول مرة في أعظم قرى بالهند، وزرت مكانه القفر حيث كان يتدبر. له نظام القرآن في تأويل الفرقان بالفرقان، اهتدى إلى أن القرآن كافة هو يسير على نظام واحد، ليس المقاصد عند الصور أو في التناسب بين الآية والأخرى، بل اكتشف نظاما أوحد للقرآن. ولما انبار للحديث عن الصور سماها عمود الصورة، قال مصطلحه لكل صورة عمود. وإن اختلفت المطالب والأجزاء لكنها مشدودة إلى هذا العمود، لا يدرك هذا الخيط الرابط إلا المتدبر، إلا المتدبر للقرآن. فلذلك أنا صارت عندي فكرة انطلاقا يعني من طاهر بن عاشور، بين لوحات فنية للقرآن لكنها قطع منفصلة، جمالية القرآن وبلاغته بشكل منفصل في آيات. الفراهي تحدث عن لوحة كبرى للنص القرآن، كتبت عنه بحثا والأمر يطول في هذا. بخصوص مبطلات المقاصد، مبطلات المقاصد هو حين أنا أثرت موضوع الضوابط، فأيما حديث عن المقاصد خارج هذه الضوابط فهو باطل، فهو يعني منقوط. مرة كنا نتكلم في ضرورية، دخل واحد قال كذا ضروري ونضيف هذه للدين ضروري، قلت له الخبز العيش ضروري، الهواء ضروري، المية ضروري، يعني هل نجعلها من مقاصدي؟ يعني أحيانا قد تسودنا موضة، وحتى المقاصد ما مرت بهذه يعني المرحلة. السؤال الأخير، المقاصد مدخل للوصول إلى الحكم الشرعي، صحيح هو مدخل للوصول إلى الحكم. احنا في استنباط الحكم الشرعي نعتمد أدلة، أدلة تفصيلية لأحكام تفصيلية، قد يكون من الكتاب، قال فإن لم تجد، قال في سنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل، أي ولا أقصر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت السنة التقريرية مفيدة لإثبات مقاصد الشريعة. حين نحكم على أن هذا الأمر مقصود شرعا، قد لا يشد إلى دليل تفصيلي، كما قال ابن القيم في الإعلام، إعلام موقعين، النصوص معدودة والنوازل ممدودة، فلذلك لزم الاجتهاد الذي يستصحب كليات الشريعة ومقاصدها الكبرى. أنا أعطي مثالا، حين أفكر في مسألة جزئية وأبحث لها عن دليل جزئي، قد يتقاصر الدليل الجزئي، لكن الذي ينصب على الدليل الجزئي حتى يثمر الحكم ناسيا الأدلة الكلية، هذا اللي قال فيه الشاطبي يرى مصلحة تكر على الأصل بالإبطال. فلذلك الإمام الشاطبي قال بقطعية الأصول لأمر جهله كثير من الناس حين ردوا عليه، لأن الكليات الشرعية، الكليات ومقاصد التشريع العامة من ضوابطها لا يقع عليها النسخ، النسخ كما لا يقع على الأخبار لا يقع على الأمور الكلية. فيعني أحيانا عندنا تفكير جزئي في بعض الأنكحة القائمة على السر، سميها مسيار، سميها فريند، سميها كذا، مصلحة للشاب وهو في الجامعة، مصلحة لكذا لأنه لا يستطيع أن كذا، ويظهر عندي شنو مع الزمان ظاهرة تنمو
تخرم أصل النكاح القائم على 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 الإعلان والوضوح والعلاقة الشرعية. يعني أنا أنسى هذه الكليات وأقول يعني جائز هنا كذا إلى آخر. فلذلك حين تفكر تفكيرا جزئيا لا تغفل عن الأمور الكلية. ورد السؤال سريع دكتور أو اعتراض من شيخ مثنى الراوي، يقول نسبتم الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة وهنالك مقال في هذا، فباختصار يعني ما رأيكم؟ أنا لم أنسب، وإنما قرأنا ولعل لعلي قاري شرح الفقه الأكبر، وكالمصطلح الفقه الأكبر ومما ينسب لأبي حنيفة المصطلح، وهذا ليس قدحا، بالعكس احنا لما انا ساهمت في كتابة مقرر العقيدة لمرحلة المراحل الثانوية في قطر، فيعني العلم العقيدة لها أسامي، منها الفقه الأكبر، منها الشريعة للأجر، منها السنة بربهار، هذه كلها مصطلحات على العقيدة. لما قال فقه الأكبر أو هذا المصطلح يتبادر إلى الذهن الاهتمام بأمر العقيدة. مثال عمر رضي الله عنه، يعني قضيت في حد شارب الخمر، هو بيان دليل لأثر الفهم في الجمع بين النصوص الشرعية والمقاصد. وحتى مثال اللي اعترض عليه الدكتور أحمد كافي بالنسبة أن العلم المقاصد، أنا ذكرت مثال لجمود أهل الظاهر وليس بحثي منصبا عليه، وإنما هذه الأمثلة تبين أن الجمع بين النصوص الشرعية والمقاصد لها قراء من فهم الصحابة رضي الله عنهم وتدليل عنهم. وإلا عمر رضي الله عنه لما فعل هذا الفعل ورأى الناس أن خالد بن الوليد كتب إليه أن الناس يحتقرون عقوبة شارب الخمر التي كانت مقررة بأربعين جلدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر، فكانت أصلا عقوبة مبنية على المصلحة المراعاة، بأنه لما احتقروا وزاد هناك التعدي على هذا الجانب قرروا فيها، وإلا ليس هو زيادة في الحد عن شرب الخمر، ولذلك ما تجاوز حد شارب الخمر حد أقل منصوص وهو حد القذف 80 جلدة، لأنه من باب كما قال علي رضي الله عنه لما قاس عليه قال إذا سكر إذا هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري 80، فلم يزد على مقدار الحد يعني، لكن المراعاة لهذا الجانب ليست مراعاة أعلى حد أو مجاوزة أدنى حد. الأساتذة الأفاضل جميعا، هنالك وردتني في اللحظات الأخيرة أيضا طلب للمداخلات، لكن مضطر لإعلان إنهاء هذه الجلسة، وممكن أن تكون هنالك مداخلات في الجلسات القادمة، وأظن سيكون هنالك الوقت يتاح أكثر من هذه الجلسة التي طالت إلى هذا الوقت. فشكرا مرة ثانية لجميع الأساتذة الباحثين ولجميع الحضور وكل من ساهم وشارك في إعداد وتنظيم هذه الجلسات أو هذا المؤتمر وحضر هذه الجلسة وسيحضر بقية الجلسات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.